انا وانت لا ندخل الجنه يا خي. أنا يا ول والله لا ندخلها قصبا عني اللي يرضى والما يرضى. لك انا بيها مجال ادخل الجنه بس انت ما تدخل. ليش يا ولد؟ لانه اصلا انت مو مثل امك محمد. العياذ بالله. اي نعوذ هذه بالله. العياذ بالله. كان الرجيم مو الشيطان الرجيم. يا ولد انت لخلخ. من واحد يريد يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحذف كلمه الشيطان الرجيم ويقول اعوذ بالله من ريكان الرجيم. اني وياك ما انت عالم، اذا انت طبيت للجنه انا اريد اطب للنار، لانه نار جهنم ولا جنه اللي بيها انت. ما اريدها خلاص يا ولد. يا ولد قوم نشجف كلها جايبه. يا ولد قوم نشجف شجف حصان. يا ولد هناك كل حواري يا ولد حواري مو مثل حوالي الها. يا ولد والموز صان. يا ولد صان اذا تهيت لك هناك صانه مال تين. تين والزيتون وانهار من عسل. لا لا وكان تين. يا ولد وشربت. يا ولد هم بقال شربت برتقال من هذا التانك. ما يشربك مي بي خريان عقرك ما يشربك ولا ينطقيه. وانت اصلا اذا متت ما ادبنك بمقابر المسلمين خلاص. ليش؟ اول ما اخلي الكلاب تجربة تاكلك وبعدين انا بسكرك تطارق وبدبنك. زين لو مو زين. انت شايفك ولا جايبه يا مهند؟ شايفه اذا انا راح اقعد اني يب يب كبير البزاير يشوف ياهو كبير عندكم. والله انا كبير. شو انت مو كبير انا عندي الان خصامه معك. انا ما اعترف بعد لا بكبير ولا بزغير. ابا نمار هسه انت تقول لي ادفنك عدمه مال المسلمين يعني سويت لي كلب. انا اريد حقي والله يا ريكان كلب كلب مرات من تربيه يوم يومين شهر شهرين يوفي. بس انت يا ريكان انت شنو شنو طينتك انت ما ادري. شلت به مرات وفى بس انت ترى كان كل وفى ما بي وكل طب ما بي نقعد تكاشف ال اذا نقعد اني ياك لا نقعد قدام الملا وتعال تعال شنو اني ليش انا كافر ملحد يهودي اقل ماكو صايم ومصلي صايم صلي دجال دجال ايه دجال سمعتني اعور اني الدجال عمي انت لا صايم لا مصلي حتى الاعور الدجال ما يقبلك بملته الاعور الدجال اي يعني عدل هو اعور الدجال بس الجفر هو اسمه دجال خالق هو الاعور الدجال اصلا ما يقبلك انت من المله مالك الله ما يجيك الانفس الا الله اللي بعد عيني الله الله شو شوف جوا شو سوام شو لا روح في عليين انت روح خالق اذا كان جوا ابو لهب ما يصغرك جوا ان شاء الله في عليين لا 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 وكان واذا هيك يحشر المرء مع من على حد فان شاء الله لحشرك اذا بالنار لحشرك وياك. ابني حبتك حبايه بوسطك حتى بس ظل يا ولد بكي ثاني شويه عندي هالزينات وطب الجنه وحشرك وياك. عندي يا ولد معذور ما عندي يا ولد والله كثيرات. والقران ما عندك غير الضرطات والله. والله ما تملك غير طرق الضرطات ترى. المهم ابو عمار طيعني خلك خاطرك ارجع وياي. ترى خير كثير يا خي صان يا ابن عمي صان وربك غلطاتك كثيره مو خيرك كثير اي قبل صلاه غرطات. الفجر ما فوتها اي لا ما تفوتها مو ورا رمضان تقوم تفوت لله 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 اي مو ورا ما انتهى رمضان اعوذ بالله قام تفوت الصلاه تقوم تفوت لا بالله قمت تلوص لنا